قادرة أصدق إن إحنا بعد ما لقينا العربية ضيعناها تاني. يا حبيبتي يا جمانة، شو المشكلة؟ ما بكرة رايحة تنسخ المفتاح وتركبي ألارم جديد، خلاص انحلت. أنتِ عارفة الموضوع ده هيكلفني كام؟ أوف أوف يا ضفدعة، أنا يا ضفدعة، وليه حاجة تنقي وليه صار بنقي أكتر مني؟ آخ شو بكي؟ بصي ليه هالسيارة؟ هالسيارة قوم انزلي انزلي. هي جلست انا قدام الناس، احنا بمسلسل تركي او مكسيكي. بس انا مش فاهمه وعارف عنواني منين. تركتيه مع الفلاشي؟ لا خالص. طب ما بعرف، يمكن اجى بالصدفه يزور حدا بالمنطقه. طيب ايه بقى هنعمل ايه دلوقتي؟ هنطلع نخبط على كل باب ونقول مين صاحب العربيه؟ جمانه حبيبتي عندك حل تاني؟ مش عارفه، انا هستناه هنا حتى لو لغايه الصبح. طب هالوقت فينا نشوف المفتاح وينه بقلب هالسياره؟ طب بصي كويس كده. خير صبايا، في شيء؟ مين حضرتك؟ انا صاحب السياره. صاحب السياره؟ عن جد نحن اسفين بصراحه، بس كنا عم ندور على المفتاح. بس قصدك مفتاح سيارتي؟ لا مفتاح سيارتي. لخبرك شو القصة، هو الفالي نسي مفتاح سيارتها بسيارتك، وصراحة اعطانا صورة لها ونحن لقيناها للسيارة، وقلنا مندور عليه للمفتاح، ما كنا نلاقي انت بأي طابق، وقلنا بس بتكون هون يمكن بالصدفة عم بتزور المنطقة. بصراحة نحن عايزين كثير المفتاح، والمفتاح هو ماستر كي، يعني بيفتح سيارتها بكبسة زر. وبس بالمبدأ هيدي القصة كلها. فهمت علي شيء؟ لا. ولا أنا. قصدك هيدا؟ مفتاح عربيتي؟ مش مصدقة نفسي بجد، متشكرة قوي. بس يعني انت عرفت عنواني ازاي؟ لا مش مهم هيدا، مهم المفتاح رجع لاصحابه. بصراحة انا ما كنت عارف انه المفتاح لك، وما كنت عارف انه انت هون اصلا عايشة، ما كنت عارف لمين المفتاح، لقيته بالسيارة وقلت بتركه معي. امال يعني انت جيت هنا ليه؟ قصدي ازاي يعني؟ انا دكتور عامر، جاركم الجديد. مفروض بكره انقل لهون لانه مضيت العقد اليوم. هاي دكتور عامر.